بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك وعلى ابنتك الصديقة سيدة نساء العالمين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. هذه الآية المباركة من سورة آل عمران تقرر طريقة لله عز وجل في الكون، كما تقرر أيضا نفس الطريقة في الشريعة، وهي طريقة الاصطفاء، أن الله سبحانه وتعالى اصطفى بمعنى اختار أفرادا وأسر، اختار أفراد مثل آدم ونوح، واختار أسرا وذريات مثل آل إبراهيم وآل عمران، ومن آل إبراهيم آل محمد. وأن الله سبحانه وتعالى كان في اختياره ذلك عليما خبيرا بصيرا سميعا، ولذلك لا ينبغي لأحد من البشر أن يعترض على هذا الاصطفاء، أن يعترض على هذا الاختيار. قسم من الكفار اعترضوا، قالوا: اشمعنى الله سبحانه وتعالى بعث في مكة والطائف هاتين القريتين العظيمتين رجلا يتيما ليس له من المؤهلات الظاهرية بحسب مقاييسهم ما يؤهله لذلك،
لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. الرد الأساسي عليهم أهم يقسمون رحمة ربك؟ أسهل شيء وهو الرزق اليومي، وهو الكسب اليومي، وهو الشراب، وهو الطعام، نحن قسمنا بينهم معيشتهم، فكيف تصل الأمور إلى رحمة الله وإلى الاختيار على مستوى البشر؟ هذا مثل أن تجي تقول أن فلان من الناس يا الله يا الله يقدر يدبر أمر خبزة يومه، هذا شلون يجي يتكلم في سياسة الدولة وإدارة المجتمع؟ يا الله تقدر تدبر خبزتك، حدك، مستواك هالمقدار. فبعد أن تجي تفكر في الاختيار للبشر، تقسيم الرحمة الإلهية، هذا يصير نبي وذاك يصير إمام، هذا مو من مستواك. الله سبحانه وتعالى يقول أنتوا معيشتكم الاعتيادية، الرزق العادي احنا قسمنا فيكم، احنا وجهناكم إليه وأرشدناكم إليه، ولولا توفيق الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان في استكشاف مصادر الرزق لما استطاعها. فإذا كان هالشكل ما إله مستوى أن يجي يعين أن هذا نبي وذاك غير نبي. فمن القواعد أنك أنت لا تقسم رحمة ربك، ليش اخترت هذا دون ذاك؟ وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيار. هذا الأمر كما ينطبق على الأشخاص ينطبق على غير الأشخاص أيضا، يعني ينطبق على الأزمنة، ينطبق على الأمكنة. الله سبحانه وتعالى كما انتخب أشخاصا للنبوة والإمامة ولإرشاد الناس وتبليغ الدين، انتخب أيضا بعض الأزمنة الأوقات، ونحن نجد هذا واضحا في شريعتنا الإسلامية بل في سائر الشرائع، أن هناك أزمنة خاصة اصطفاها الله واختارها الله وأخبر عنها عباده لتكون محلا لانتفاعهم. عندنا مثلا على مستوى السنة شهر رمضان، شهر رمضان من الأزمنة المصطفاة، من الأزمنة المختارة. في أيام الأسبوع ليالي الجمع وأيام الجمع أيضا من الأزمنة المختارة، على مستوى السنة بكمالها ليالي القدر في شهر رمضان، أيضا بعض الليالي والأيام الأخر ليلة النصف من شعبان، ليلة النصف من رجب، وهي بحمد الله مما يستفيد المؤمنون من عطاءاتها وأحيائها بالعبادة والتوجه إلى الله. وأيضا اختار أمكنة، أماكن معينة فضلها على سائر الأماكن. عندنا تفضيل مكة المكرمة، ما ورد فيها عن نبينا محمد إنك أحب البلاد إلي مكة، ولولا أني أخرجت منك لما خرجت. هذا في مصادر مدرسة الخلفاء موجود، وعليه بعض الاعتبارات التي تؤيده،
ما ورد في شأن المدينة المنورة: اللهم إنك أخرجتني من أحب البلاد إليك فاجعلني في أحب البلاد إليك، يقصد المدينة المنورة. عندنا في مصادر الإمامية ما ورد في شأن كربلاء وفضيلة كربلاء إلى الحد الذي صار طينها، مع أن أكل الطين بذاته محرم، تعلمون لا يجوز أكل الطين. واحد مثلا يطلع برا يأخذ له تراب يأكل، ما يجوز. يشوف طينة في مكان معين، أحيانا مثلا بعض الأطفال يصير عندهم هذا الوهس. طيب هذا الطفل بعد ما عليه حلال وحرام، وإن كان ينبغي لجهات معينة إغفاله عن مثل هذا الأمر، لكن إنسان بالغ يروح يأكل طين يأكل تراب غير جائز عندنا الإمامية، بل عند غيرنا أيضا. لكن طين كربلاء بمقدار قليل، هو مقدار لا يزيد عن الحمص لأجل الاستشفاء، هذا مستحب. والتداوي بترابها مستحب، السجود على ترابها مستحب، وورد فيه ما ورد من الروايات. بعض الأماكن الأخرى مثل عرفات في مناسك الحج وأماكن أخرى متعددة، هذه إذن صار انتخاب لها واختيار لها من قبل الله سبحانه وتعالى. ليش؟ نحن لا نعلم حقيقة لماذا صار هذا أفضل من هذا. يعني بين مكة وبين المنطقة اللي بجنبها من الناحية الجيولوجية مثلا الجغرافية، تروح تفحص تشوف نفس الشيء. بين كربلاء مثلا والمحافظة اللي بجنبها تجد نفس البيئة الجغرافية ومواصفات الأرض. لماذا هذا صار فيها هذا الفضل وذاك ما فيه هذا الفضل؟ المدينة المنورة والمنطقة اللي بجنبها، لنفترض تبوك، طيب هذه لها ميزة وفضيلة واصطفاء وتلك ليس. لماذا نحن لا نعلم، ولكن نعلم والله سميع عليم، وأنه لا يقدم شيئا من غير جهة راجحة، لا يقدم شخصا على شخص آخر مع تساويهما. ليش؟ لأن قبيح. إذا اثنين في نفس المستوى من العبادة، من طيبة النفس، من الخضوع لله، ومع ذلك يقدم واحد منهم يسويه نبي والآخر ما يسويه، هذا قبيح. مكانين، كلا المكانين نفس المواصفات، يقدم هذا يسويه مقدس وذاك غير مقدس، هذا لا تعليل واضح له. احنا ما ندري، نحن لا نعلم، ولكن نعلم أن الله عليم حكيم خبير. في أماكن أخرى لو نعلم أنه لو كان في البشر أحد أفضل من محمد وهذا لا يحصل لكان هو سيد الأنبياء، لكن لا يوجد في الخلق أفضل من نبينا محمد. شاعر الأزري رضوان الله عليه يقول: قلب الخافقين، هذه تعبيرات كنائية بس تعطي المعنى، قلب الخافقين يعني الله سبحانه وتعالى، قلب الخافقين ظهرا لبطن فرأى ذات أحمد فاجتباها، لا تجل في صفات أحمد فكرا فهي الصورة التي لن تراها. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله.
فهذه أولا إذن طريقة الله هي طريقة الاصطفاء. نحن لا نستطيع أن نتعرف على الأسباب الحقيقية الكاملة في اصطفاء هذا الشخص أو اصطفاء هذا الزمن أو اصطفاء تلك الأرض والمكان، لكن نعلم علم اليقين أن الله سبحانه وتعالى لا يقدم أحدا إلا وهو مقدم في واقعه، ولا يؤخر أحدا إلا وهو مؤخر في ذاته. نعم عندنا شيء آخر نفهمه وهو محل التكليف بالنسبة إلى من اصطفي وما اصطفي، ما هي مسؤوليتنا؟ هذا نعرفه وهذا محل تكليفنا وتحت استطاعتنا. بالنسبة إلى الذوات المقدسة كالأنبياء تجي سورة الحجرات وتعلمنا كيف نتعامل مع رسول الله صلى الله عليه وآله في الأدب والتكريم والاحترام، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، ليش؟ أن تحبط أعمالكم. ترى هناك محذور حبط العمل، لازم يكون هناك جهة احترام، جهة تكريم، جهة خضوع وبخوع، جهة أخذ عنه وتلقي. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أو في حق أهل البيت عليهم السلام يقول مولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه: اتبعوا أهل بيت نبيكم والزموا سمتهم واتبعوا آثارهم، فإنهم لن يدخلوكم لن يخرجوكم من هدى ولن يدخلوكم في ردى، ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم. أخذوا من عندهم، استفيدوا من عندهم، لا تسوي نفسك عالم إلى جانبه وتحاول أن تعلم هذا الإمام، لأنه وارث علم النبي صلى الله عليه وآله. هذه التكاليف بالنسبة إلينا نحن نعرفها بالنسبة إلى من اصطفاهم الله عز وجل: الاحترام، التكريم، الاتباع، الإيمان بهم، الدفاع عنهم، إلى الحد الذي يقول فيه نبينا المصطفى محمد لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وحتى يكون أهل بيتي أحب إليه من أهل بيته، إلى هالمقدار. هذا بالنسبة إلى من اصطفاهم الله من الأشخاص، من البشر، من الأنبياء، من الرسل، من الأئمة والأوصياء. وبالنسبة إلى الأزمنة، الأزمنة الله سبحانه وتعالى أعلمنا أن بعض الأزمنة هذه فيها ميزات خاصة استثنائية، وعلى الإنسان العاقل أن يتحرى هذه الأزمنة وأن ينتفع بها وأن يستغلها. جي شهر رمضان يقول لك: شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله وجعلتم فيه من أهل كرامته، أنفاسكم فيه تسبيح ونومكم فيه عبادة ودعاؤكم فيه مستجاب وعملكم فيه مقبول. نسأل الله أن يبلغنا هذا الشهر قيامه وصيامه وتلاوة كتابه ومغفرة الذنب فيه.
في ليلة الجمعة ونهار الجمعة، يقول لك ليلة الجمعة هذه تتنزل الملائكة تسأل عن التائبين. أكو حديث ينقل بصورتين، الصورة الصحيحة وهي ما نعتقده من أحاديث أهل البيت عليهم السلام، والصورة الأخرى غير السليمة وقد توجد في بعض مصادر مدرسة الخلفاء، يرتبط بليلة الجمعة. عندنا في مصادرنا إن لله ملكا ينزل في ليلة الجمعة إلى السماء الدنيا فينادي: ألا من تائب من ذنبه فيتوب الله عليه، ألا مستغفر من خطيئته فيغفر الله له، فلا يزال يقول ذلك حتى يطلع الفجر. معنى الحديث واضح، ليلة الجمعة هذه فيها اختصاص، نداء مرسول إلهي ملك من الملائكة ينزل من السماء السابعة إلى السماء الدنيا، يعني أقرب شيء ممكن إلى البشر، هذا تعبير عنه، كأنما يريد يقول لك كلش هذا الملك قريب منك. مثلا تقول واحد في الطابق 100 واحد في الطابق الثاني، هذا أبو الطابق الثاني قريب إليه، إشعار بالقرب. فهذا ينادي ويطلب من المستغفرين أن يعجلوا الاستغفار والتوبة وأن الله يغفر لهم ويتوب لهم. في بعض مصادر مدرسة الخلفاء إنشال الملك، إن صارت شنو؟ إن الله ينزل ليلة الجمعة أو كل ليلة جمعة إلى السماء الدنيا فيقول: ألا هل من تائب يتوب إلى الله فيتوب الله عليه، ألا من مستغفر فيغفر الله له. طبعا هذه فيها محذور عقائدي بين، وهو أن من تجري عليه الحركة ينتهي إلى التجسيم، إذا واحد كان فوق نزل تحت معنى ذلك هذا شنو؟ جسم. وأنه وقت اللي كان فوق ونزل يعني فوق صار ما موجود فيه هذا الشخص، الآن كنت في الطابق 100 نزلت إلى الطابق رقم 1، الآن وأنت في الطابق رقم 1 بعد الطابق رقم 100 شنو؟ خالي من عندك. فإذا كان حسب هذا الحديث غير الصحيح في اعتقادنا، إذا كان الله في السماء السابعة ونزل حول عنها من فوق إجا إلى تحت، معنى ذلك بقيت السماء السابعة ليس فيها إله، وين الله الذي هو في كل مكان محيطا به؟ والصحيح هو ما قلنا، هذا كأنما الراوي الذي روى الحديث أسقط كلمة ملكا، إن لله ملكا ينزل، صارت إن الله ينزل، حذفت هذه الملكا. فليلة الجمعة هي مكان تنزل الملائكة، مكان الدعوة إلى الاستغفار، مكان زيارة، كما عندنا في روايات الإمامية أن الملائكة ينزلون إلى زيارة أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. فهذا من الأزمنة المقدسة التي ينبغي أن تستثمر، آخر ساعة من ساعات نهار الجمعة. قال كثير من العلماء إن الساعة الأخيرة من نهار يوم الجمعة هي الساعة التي وعد فيها الإنسان بأن يستجاب له إذا دعا دعوة ليس فيها قطيعة ولا بغضاء. واحد يجي يقول خلينا آخر ساعة أروح أدعو على زوجتي تخلص منها، آخر ساعة أروح أدعو على ود عمي، أدعو على فلان، أدعو على فلتان، هذه فيها قطيعة لا يستجاب لك.
لا، إذا دعا الإنسان في ذلك الوقت دعوة صالحة فهو حري بفضل الله في إجابته في دعائه. فهذه أزمنة منتخبة مصطفات. لماذا انتخبت ليلة الجمعة مو ليلة الخميس؟ ليلة الجمعة مو ليلة الأحد؟ لا نعلم، لا نعلم حقيقة. إذا نجي نحسب نشوف نفس الدقائق ونفس الساعات ونفس الأوقات، يمكن ليلة الجمعة حر وليلة الخميس باردة، وأحيانا بالعكس. لكن الله يعلم ونحن لا نعلم. ندري أن الله لا يختار هذه الليلة أو ذلك الزمان إلا لجهة من الجهات، وإن كان في الجميع الامتحان والاختبار موجود، لكن خلى بعض الأشياء عادية الجزاء إن صح التعبير، وبعض الأشياء والأزمنة استثنائية الجزاء. تجي أيضا إلى قضية الأمكنة، نفس الكلام. هناك أمكنة اختصها الله سبحانه وتعالى بمزيد من الفضل وبميزات خاصة، وندب الناس إلى استثمارها، ولا سيما تلك الأماكن التي ترتبط بجهود الأنبياء وجهاد الأوصياء. هذه عادة أماكن تحل فيها القداسة. تلاحظ مثلا أن الحج وهو أعظم أو من أعظم العبادات، منسك من أعظم النسك، وموجود في كل الديانات. الحج هسه على اختلاف في التفاصيل، كعبادة موجود في كل الديانات السماوية. بالنسبة إلى الإسلام، الحج يعتبر إحدى العبادات الرئيسية الكبرى. إذا تلاحظ الحج في واقعه هو عبارة عن تمثل لخطوات نبي الله إبراهيم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، وأعماله في تلك الفترات. جاء وبنى الكعبة، احنا صرنا نطوف حولها. راح إلى عرفات، طبعا كل بأمر الله عز وجل، ذهب إلى عرفات نذهب إلى عرفات، جاء إلى منى نأتي إلى منى، رمل شيطان نحن نرمي الأحجار، وهكذا. أثر تاريخ النبي إبراهيم في مناسك الحج أثر واضح جدا. قد يكون هذا أحد الأسباب. نعود ونكرر، نحن لا نعلم واقع الأمور، ولكن نحتمل أن يكون لهذه الجهة أو تلك الجهة. لكن ما هي الأسباب الحقيقية؟ لا نعلم. ما هي الأسباب الكاملة؟ لا نعلم. نعلم أن الله حكيم لا يختار إلا لجهات حكمة. فالحج هكذا، المدينة النبوية المنورة أيضا هكذا، محل لبنى فيه النبي صلى الله عليه وآله الإسلام وشاد الشريعة والمجتمع المسلم، وكربلاء وأمثالها هي محل لشهادة سبط رسول الله وسيد شباب أهل الجنة، احتضنت ذلك الرفاة العظيم وذلك الجثمان المقدس. هنا احنا اللي ندري عنه أن علينا أن نكرم هذه الأماكن. لا يخفى أننا نشير إلى جهتين هنا للأسف في العالم الإسلامي متعاكستين. الجهة والتيار الأول لأسباب خطأ في الفهم أو سوء في التقدير أو لأسباب أخرى تجده يخالف إحياء الذاكرة التاريخية للأماكن والأراضي. تدور على مكان فيه أثر من تاريخ رسول الله صلى الله عليه وآله لا تجد، فضلا عن آثار نبي الله إبراهيم.
يزعم بعض هؤلاء أن هذا من أجل محاربة الشرك والبدع وما شابه ذلك، وقد رد العلماء على مثل هذا التعليل بردود كثيرة، لكن هذا التيار موجود في الأمة. ولذلك بعد مدة من الزمان حصل ويحصل أنك تجد أماكن حياة الأنبياء وحياة نبينا المصطفى وحياة أصحابه الصادقين والأئمة المعصومين لا تجد أي ارتباط بين هذه الأرض وبين ذلك التراث وذلك التاريخ. هذا قسم. وقسم آخر، تيار يؤمن به أتباع أهل البيت عليهم السلام، وعدد هو الأكبر في الأمة من غير أتباع أهل البيت، يرى أن من المهم جدا ربط الناس بمواضع التاريخ الرسالي، تقديس هذه البقعة في ميناء لا لكميات الإسمنت الموجودة فيها، وإنما باعتبارها تحكي صراع نبي مع الشيطان، ونحن هذه الذاكرة التاريخية نفعلها ونقتدي بها. ما مفروض أنه زايد أنا يهمني هذا الطوب والطابوق، وإنما اللي يهمني هو الاقتداء بشيخ الأنبياء إبراهيم. طيب، بالنسبة للمدينة المنورة عندما أرى فيها وفي بقاعها وأماكنها منازل رسول الله صلى الله عليه وآله، أماكن تواجده، أماكن حركته، أتمثل جهاده وجهوده وعمله ونشاطه، هذا يقربني إليه، يقربني إلى دعوته، يقربني إلى أخلاقه. فلا بد أن الإنسان فيها الأماكن يستذكر تلك الصور الطيبة والبديعة التي كانت في حياة هؤلاء المعصومين. للأسف هذا الأمر غير حاصل في كثير من مناطق المسلمين التي أزالت هذه الآثار الدينية، آثار الإسلام، آثار الحقب التاريخية التي كان فيها الأنبياء والأئمة والصالحون، ففوتوا على الإنسان المعاصر فرصة كبيرة في التأثر بها. لو كان مثلا بيت نبي الله إبراهيم موجود وأنا وأنت نذهب إليه، لا ريب أن هذا يؤثر في نفوسنا أن المدار ليس على البناء الحديث حتى يصل الإنسان إلى المدارج العالية، فقد وصل نبي الله إبراهيم إلى ما وصل وكان هذا بيت. وهكذا الحال بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. بالإضافة إلى ذلك، هذه الأماكن ينبغي أن يوقرها الإنسان بالابتعاد عن المعصية والاقتراب من الطاعة. وهذه نقطة أيها الأحباب، نقطة مهمة جدا، أن الإنسان ربما يعصي في بلده وفي مكانه، ولكن إذا ذهب إلى مكان مقدس أصبح في جوار رسول الله في المدينة، أصبح في جوار بيت الله، في جوار بناء التوحيد، ذهب إلى كربلاء أصبح في مكان يحتضن هذا المكان صوت الحسين عليه السلام، جهاد الحسين عليه السلام، جهوده، جهود نسائه، فالمفروض أن الإنسان في ذلك المكان يلاحظ نفسه في الاستقامة أشد مما يلاحظ نفسه في سائر الأماكن. وللأسف قد يحصل من بعض الخاطئين شيء من هذا القبيل، عنده علاقة غير مشروعة مع فتاة
وين يتواعدوا؟ يقول لها تروحي المدينة باعتبارك رايحة للزيارة، وأنا أروح باعتباري رايح إلى الزيارة. سبحان الله، عدمت كل بقاع الأرض، رحت أنت تختار هالمكان الذي اختاره الله باعتباره أحب البلاد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، رحت تختار وتركت كل هالصحاري والبراري والقفار والمدن والمناطق حتى تختار هناك إلى جوار رسول الله تمارس هذه المعصية. يذهب إلى ذاك المكان والعياذ بالله لكي يمارس العادة السرية والعياذ بالله. هذا عمل منكر، عمل محرم. أنت مختار أطهر المواقع، أطهر البلاد إليه لكي تمارس هذا العمل المحرم. تركت السرقة في بلدك ورحت تختار أن تسرق غيرك في ذلك المكان، في كربلاء، في النجف، في مكة، في المدينة، في هذه الأماكن وأشباهها. ولذلك أيها الأحباب، لاحظوا أنه عندنا في الروايات أكو طائفتين، هل أن السكن في مكة مستحب أو لا، هل السكن في المدينة مستحب أو لا، هل السكن في كربلاء والنجف مستحب أو لا. أكو هناك طائفتان من الروايات. القسم الأول يقول نعم، ليلة واحدة الساجد سجدة في مكة كما ورد عن الإمام زين العابدين عليه السلام أفضل من الساجد في غيرها سنة كاملة، فكيف إذا كان كل عبادته هناك سكنة؟ طيب، ومثل ذلك بالنسبة إلى المدينة المنورة، ورد صلاة في مسجدي هذا في بعض الروايات 10,000 صلاة أو 10,000 ركعة، وبالنسبة إلى كربلاء والنجف عندنا النجف المبيت في مصادرنا الإمامية، المبيت إلى جوار أمير المؤمنين عليه السلام ليلة أفضل من 1,000 ليلة في غيرها. طيب، زين، هذه روايات تحث على أن يكون الإنسان في هذه الأماكن، وهذا طبيعي. لكن أكو روايات أخرى تخالف هذا. مثلا عندنا من الروايات عن الإمام الصادق عليه السلام، إذا قضى الحاج نسكه فليعجل رحيله من مكة وليلحق بأهله. فسئل لماذا؟ قال لئلا يقسو قلبه. فيتبين من هذا، إذا كان افترض زيد من الناس ساكن إلى جانب مكة، ساكن إلى جانب المدينة، فأصبح قاسي القلب. وقسم من الناس للأسف يصير هالشكل، يعني أنت مثلا تروح إلى المدينة المنورة، تروح إلى كربلاء، تروح إلى النجف، ما يكفيك 3 فرائض تروح لزيارة أمير المؤمنين. قد تسأل أحد المجاورين، قل له من متى علمك مثلا بالزيارة؟ يقول لك من الأسبوع الماضي أو من قبل شهر أو أكثر أو أقل. سبحان الله، أنا 3 الأوقات أروح أصلي هناك وبعد مو شبعان. زين، هذا من علامات قسوة القلب. فإذا إنسان بهالشكل، هذا لا ينبغي له، لا يستحب له أن يسكن في هذا المكان، مع أن هذا المكان عظيم المنزلة. ومثل ذلك كما ذكر بعض العلماء، عندما يمارس الإنسان المعصية، فد إنسان ما يلتزم، سرقة، يسرق، ما أدري، أعمال سيئة، يعمل، يظلم، نظرات محرمة ينظر ذاك البعيد، مخالفات جنسية يسوي، هذا لا ينبغي، الأفضل إليه أن لا يسكن إلى جوار رسول الله، ليسكن إلى جوار البيت، ليسكن إلى جوار أمير المؤمنين. ليش؟ لأنه كما أن ذكروا، كما أن
الثواب على العمل في هذه الأماكن مضاعف، العقاب على الخطيئة في هذا الأماكن أيضا مضاعف، ولا ما يصير بس من صوب واحد، لأن الإنسان والعياذ بالله إذا ارتكب المنكر مستخفا بحرمة بيت الله الحرام. قبل فترة كانوا جايبين خبر في بعض الجرائد أن مجموعة من الخاطئين عثروا عليهم مسوين إليهم مصنع خمر في مكة. بس أنت تركت كل هالبلاد هذه وكل هالأراضي، رحت دورت جوار بيت الله سبحانه وتعالى الحرم الآمن، حرم الله سبحانه وتعالى. هذا مثل الإنسان اللي يترك كل مكان حتى يروح إلى ذلك المكان لكي يعصي ربه، لكي يمارس العشق المحرم والعلاقة غير المشروعة والاستمناء المحرم والسرقة والظلم وإلى آخره. في رواية جميلة عن الإمام الصادق عليه السلام في تفسير قول الله عز وجل: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. الواحد الذي يلحد في الحرم هذا مهدد بالعذاب الشديد. الإلحاد الصورة الواضحة إليه مثل شهر السلاح، أن واحد يشهر السلاح ويستعرض الناس ويقتل ويجرح وما شابه ذلك. أما بعض الذنوب الفردية الصغيرة ما تسمى إلحاد في الحالة العادية، يعني مثلا افترض إنسان يصرخ على الخادم ماله لا يقال إلحاد، افترض فد إنسان يغتاب شخص آخر لا يقال إلحاد، هذا مو من الذنوب اللي يعبر عنها بالإلحاد. لكن في الحرم الإمام عليه السلام يقول: أخشى أن يكون هذا من الظلم والإلحاد. قال: كل ظلم يظلم الرجل نفسه به بمكة. كل ظلم يظلم الرجل به نفسه بمكة، يعني كل ذنب يرتكبه في حق نفسه، بالتالي إذا اغتاب شخصا هذا ظلم نفسه لأنه يوم القيامة راح يعذب. استمنى والعياذ بالله هذا يعذب، يظلم نفسه، سمع الأغاني يظلم نفسه، لامس امرأة أجنبية أو نظر إليها نظرة شهوية أو أمثل، هذا يظلم نفسه. كل ظلم يظلم الرجل نفسه إياه بمكة فإني أراه إلحادا. يعني هذا ذنب عظيم جدا، مع أنه في سائر الأماكن ذنب من الصغائر يعتبر. فمن تكريم واحترام هذه الأماكن وإعظام منزلتها، مثل ما نستفيد من هذه الأماكن في تحصيل حسنات أكثر، الصلاة عند البيت الحرام الركعة ب100,000، كذلك المعصية أيضا إذا عدت استخفافا بحق الله عز وجل وبجوار بيته تتضاعف عقوبتها. ويقول الإمام عليه السلام: تعد إلحادا في البيت نذقه من عذاب أليم. لذلك ينبغي للإنسان أن يلاحظ هذا الأمر في الأماكن المقدسة، المقيم في الأماكن المقدسة مثل ما يحصل ثواب عظيم، أيضا عندما يرتكب الذنب يحصل على عذاب شديد. الزائر الذي يذهب إلى تلك الأماكن أيضا نفس الشيء، كما يحصل على الثواب العظيم عندما يمارس الحرام ويفعل المنكر في تلك الأماكن أيضا يحصل عليه. ليش؟ لأن هذا المكان مكان مصطفى، مكان قد تم اختياره من قبل الله عز وجل لفائدة البشر حتى يحصل هذه المنافع
من الثواب العظيم ليشهدوا منافع لهم ثوابا وعيا معرفة، يتذكرون جهود الماضين، تمتلئ نفوسهم بهذه الحالة الإيمانية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكي نكون من الصالحين في تلك الأماكن وفي غيرها، وأن نعمل مع من اصطفاهم الله العمل الذي أراده من الاحترام والتكريم والتقدير، كل ما تحترم نبيك المصطفى صلى الله عليه وآله. والحمد لله، هل جمع هذا ومن يسمع أوضح عنوان لهم هو عنوان الاحترام لرسول الله وأهل بيته، بأنهم كلما ذكر النبي صلوا عليه. وجعل صلواتنا عليكم تزكية لنا وكفارة لذنوبنا. احترام النبي، احترام أهل بيته، احترام ذريته، هذه من الأمور التي أكرمنا الله بها، ونسأل الله ألا يقطعنا عنها، إنه على كل شيء قدير. ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم. يكرم المرء ويحفظ المرء في ولده حتى لو لم يكن ذا كرامة ذاتية كأبيه، وهذا الذي قالته سيدتنا الزهراء صلوات الله عليها في خطبتها أمام جمع المهاجرين والأنصار، تقول سلام الله عليها: أليس المرء يحفظ في ولده؟ سرعان ما أحدثتم، بسرعة جئتوا وتعديتوا على أهل بيته، حتى لو لم تكن فاطمة ذات منزلة وهي ذات المنزلة العظمى والكبرى، كان ينبغي أن يوقر جانبها وأن يحترم شأنها. وهكذا الحال بالنسبة إلى ذريتها. ليش الإمام الحسين عليه السلام يقول: انسبوني من أنا ثم ارجعوا إلى أحسابكم فانظروا هل يحل لكم قتلي وانتهاك حرمتي؟ يعني حتى إذا ما تعترفون إلي أنا كشخص بالكرامة والمنزلة الخاصة، احفظوني لأجل رسول الله صلى الله عليه وآله. وكان الحسين صاحب كرامة كما كان جده النبي صاحب الكرامة العظمى أيضا، لكن يا للأسف وجدنا أن هؤلاء تتابع فيهم الاعتداء وتتابع فيهم الاضطهاد من قبل من خالفوا ذلك، فكرروا في كل جيل ما صنعوه في الجيل السابق. ونعم ما صور الشاعر هذا الامتداد، مثل ما احنا عندنا بحمد الله امتداد الاحترام والكرامة من النبي الى ابنائه واحفاده، كان عند الغير امتداد الاضطهاد، امتداد القتل، امتداد التشريد من بعد النبي الى ايام كربلاء. الشاعر الامامي يقول: لولا سقوط جنين فاطمة لما أودى لها في كربلاء جنين. أكو وجه تشابه، جنينان فقدا من آل بيت رسول الله، من فاطمة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله أجهضت وأسقط جنينها، وأيضا كان هناك أطفال رضع في هذا العمر قتلوا في كربلاء وعلى نفس المنهج. ويبين لك صور التشابه بين الأمرين: لولا سقوط جنين فاطمة لما أودى لها في كربلاء جنين، وبكسر ذاك الضلع ردت أضلع. إذا كان هناك
ضلع واحد هنا عدة أضلع ردت من الحسين عليه السلام. وكذا يا علي قوده بنجاده، تقول الروايات أخذ ملببا مأسورا، لا ضير عليك أبا الحسن أن تتحمل هذا من أجل حفظ وحدة الإسلام. وكذا علي قوده بنجاده، فله علي يعني السجاد، فله علي في الوثاق قرين، وكما لفاطمة رنة من خلفه خرجت تعدو تقول خل ابن عمي أو لأكشف بالدعاء رأسي وأشكو للإله شجوني. وكما لفاطمة رنة من خلفه لنسائه خلف العلي لرنين، لكن يا أيها الشاعر بقيت واحدة لا تتشابه. فاطمة على كل ما جرى عليها لكنها لم تسبى ولم تركب على النياق الهزال، بلا حرق منزلها كما حرق مخيم الحسين، لكنها ظلت في مدينة جدها. وأما زينب ومخدرات علي وفاطمة فما أصبح صباح الحادي عشر إلا والنياق قد قربت إليهن، وأخذ الأعداء يحاولون إركابهن على تلك النياق. صاحت زينب يا عمر بن سعد قبحك الله. قال لها ماذا تريدين؟ قالت أبعد هؤلاء الجفاة الغلاظ عنا ودعنا يركب بعضنا بعضا. بدأت النساء تركب الواحدة بعد الأخرى، وسار ذلك الضياع مر على تلك الأجساد. لسان الحال العقيلة زينب ساق الظعن للشام، وين أهل الحمية سفرة القشرة تصيح، يا ويلي علي سفرة القشرة يوم مروا بالمذابيح، كلهم عرايا والشفايين من سافي الريح، ومن الحزن زينب تقوم ونوب نطيح، وتصيح ذاب القلب من فرط الرزية، ورملة على الجاسم هوايا تلطم صدرها، نادي عروسك بن سعايد يا ابني أسرها، وانت صريع جثتك ما حد قبرها، جدلل يا عقل شلون تبقى على الوطية، وليل على شبه النبي تلطم بالخدود، من شافة مرة وفوق الترب ممدود، وتصيح يا ابني لبستني ثياب الحدود،
من تلعزيز شلون يا ابني قطعت بي يا حملت على الأكوار بعد خدورها. الله ماذا تحمل الأكوار؟ نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء. اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك وعافهم من بلائك، وتقبل اللهم عمل المؤسسين إلى أرواح موتاهم وموت السامعين. نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.